السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم سأقدم لكم 3 وصفات لإزالة السواد تحت الإبطال. كما رأيتم فهذه الوصفة الأولى. أولا سنتعرف على مكونات الوصفة. سنحتاج إلى بيكربونات الصوديوم، ونحتاج إلى النشا وطحين الأرز، نصف ليمونة، وأخيرا إلى معجون الأسنان. والآن سنتعرف على طريقة التحضير. نقوم بعصر الليمونة ثم نضيف ملعقة ونصف من بيكربونات الصوديوم وملعقة ونصف من النشا وملعقة من الطحين، طحين الأرز. بالنسبة لطحين الأرز يمكن أن تجده يباع في كل المحلات، أو قم فقط بطحن حبة الأرز. ثم نقوم بخلط المكونات ونضيف الليمون إذا تبين لنا أن الخليط لم يجتمع بعد. ونستمر في خلطه. ثم نضيف معجون الأسنان. نحتاج أي نوع من معجون الأسنان، لا تكتفوا فقط بنوع واحد. ثم نتمم الخلط إلى أن يتجانس الخليط. كما سبقت وقلت يمكنكم إضافة الليمون إذا تبين أن الخليط لم يجتمع بعد. لاحظتم يجب أن يصبح الخليط بهذا الشكل. عندما يصبح الخليط بهذا الشكل نقوم بوضعه على منطقة التي نعاني منها من السواد. نقوم بوضعه كما في الطريقة في الفيديو ونتركه إلى أن يجف قليلا، ثم نقوم بوضع طبقة ثانية ونقوم بحركات دائرية ونتركه 3 دقائق. ثم نشطفه بالماء البارد. كما قلت سابقا تطبق على كل مناطق السواد في الجسم. هذه النتيجة، لكن يجب المداومة على هذه الوصفة مرتين في الأسبوع على الأقل. أنا ننتقل للوصفة الثانية. أما بالنسبة للوصفة الثانية فسنحتاج إلى قشر الطماطم مع القليل من اللب لكن دون البذور، ثم نحتاج إلى الكركم لكن يكون خالي من الملونات. ثم زيت أساس الورد، إن لم يتوفر لديك يمكنك استبداله بالخزامة أو اللافندر. أما بالنسبة لطريقة الاستعمال
نقوم بتوزيع كمية قليلة من الكركم على قطعة الطماطم بهذه الطريقة المبينة في الفيديو. ثم بعد ذلك نضيف 3 قطرات من زيت أساس الورد أو الخزامة، وتسمى كذلك باللافندر كما سبقت وذكرت. أما بالنسبة لطريقة التطبيق، نطبقه كما في الفيديو عن طريق حركات دائرية وتكون خفيفة لطيفة لكي لا نضر منطقة الإبط، ويترك لمدة دقيقة أو أقل، ونقوم بشطفه بالماء البارد. وهذه نتيجة الوصفة الثانية، وأنصح كذلك بالمداومة عليها مرتين في الأسبوع. والآن ننتقل للوصفة الثالثة. في هذه الوصفة سنحتاج إلى زيت أساس الورد لأنه يساعد على التفتيح، وهذه غايتنا من الوصفة. ونحتاج إلى نصف ليمونة. بالنسبة لطريقة الاستعمال، نقوم بإفراغ 4 قطرات على سطح الليمونة، كما سبقت وذكرت على سطح الليمونة بالكامل نقوم بتوزيعها، ثم نقوم بتمريرها بلطف على منطقة الإبط بهذه الطريقة المبينة في الفيديو. ويستحسن أن تكرر هذه الوصفة يوميا، مرة في الصباح ومرة في المساء.